طبيعي لاننا وثقنا. اقول لحضرتك بقى على المفاجاه الكبرى، وثقنا كل هذه الزيارات صوتا وصوره، مش بس في المحاضر. اديني بديهم سبع عشان يستعدوا له بقى، عشان احنا هنغذي النائب العام بكل هذه الوثائق. صوت وصوره يعني سجلتم. أيوة سجلتم كل عمليات التفتيش صوت وصوره. صوتا وصوره. اديني بقول ده للمره الاولى بقى سابق لسيادتك اهو، صوتا وصوره. وان شاء الله باذن الله بعد ان نرفع التقرير يعني نقوم كمواطنين وليس كنواب او لجنه تحصي حقائق، الا اذا ارتأى مجلس النواب بخلاف ذلك طبعا، سواء بشكل رسمي من خلال مجلس النواب ان ترسل الصوانات مدمجه للسيد النائب العام، او ترسل هذه الامور مننا كاعضاء كمواطنين بمحاضر رسميه. طيب نتمنى طبعا، انت يعني معلومه يعني بتقولها لاول مره انه من مباحث التمويل. خلي بال حضرتك قرارات السيد النائب العام كلها اللي صدرت النهارده واللي قبل كده بناء على محاضر حررت من مباحث التمويل. وبعدين انا عاوز اقول حاجه اخيره، الرقابه الاداريه حررت مخالفات ومحاضر، مباحث التمويل حررت مخالفات ومحاضر، كل هذا تم. تحية مني كعضو لجنة تقصي حقائق لكل الأجهزة الرقابية في مصر التي تتحرك الآن على قدم وساق للحفاظ على المال العام ومنع كل فاسد من الافتئات عليه. وهذه هي حقوق الفقراء يا أستاذ وائل، لأن المنطق يقول إن الغلبان اللي راجع لعياله بعشرين ثلاثين جنيه آخر اليوم ما ينفعش اللي عنده كل حاجة يطمع فيه. المنطق يقول إن اللي معهوش ده هو اللي يطمع في اللي معاه، والشيطان ممكن يكون شاطر معاه. لكن اللي حصل في منظومة القمح هي مسألة عكسية، جعلت من الأثرياء يطمعون في الفقراء. للمرة الأولى تنعكس الآية، وللمرة الأولى نجد هذا الأمر المحزن على حساب الفقراء وعلى حساب الغلابة من مستحق